السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح يكون بداية سلسلة جديدة، ولكن موضوع تطرقنا له اللي هو تحويل نبتة فلفل إلى نبتة شبيهة للبونزاي، خلنا نقول، أو زراعة الفلفل بطريقة البونزاي. إذا تذكر كان في سلسلة ثانية راح يطلع عندكم الرابط فوق في أعلى الشاشة إلى هذه السلسلة. النبتة كانت تنمو بشكل صحي في الأصيص اللي حطيناها فيه، ولكن نوع الفلفل دي عموما ما صمد منه أي شيء في حرارة الصيف، ولكن لأن أنا عندي هذه نبتات التباسكو هني، هذه لاحظت أنها هي تصمد وتستحمل حرارة صيفنا في الخليج، فقلت أن راح أستخدم صنف يستحمل الحرارة ويستحمل حدة الصيف عندنا، ولكن راح أستخدم طريقة جديدة، لأن أنا الحين في بداية الموسم، فراح أستخدم طريقة جديدة، أو خلنا نقول حيلة جديدة، على أساس أن النبتة تتأسس وتنمو بشكل أقوى وتصير بشكل أسمك، الساق يصير سميك أكثر في الأصيص، ويصير شكلها كأنها شجرة فعلا كبيرة في أصيص صغير. فاللي راح أسويه أن عندي هذه الشتلة، هذه هي شتلة تباسكو، زرعتها من بذور هذه نفسها، من نفس هذه التباسكو اللي عندي هني. فهذه المساحة كلها تباسكو، وعند مثل ما احنا شايفين عندي هاي القطارات هني، قطارات ماي. فاللي راح أسويه إني راح أخذ هذه الأصيص اللي راح أزرعها فيه، مثل ما احنا شايفين راح أحطه على الأرض، أوكي، راح أحط الأصيص على الأرض، راح أمليه بالتربة، وراح أنقل النبتة فيه علشان جذور النبتة تمتد وتدخل في الأرض، ولكن أغلبية الجذور راح تكون محدودة في الأصيص، ولكن تقدر تنمو وتمد نفسها في عمق الأصيص وراح تكبر بشكل أقوى. فلما إيه وقت نهاية الموسم، أو ممكن أخليها الموسم كله في الأرض لأن جذورها راح تتم، بعد الموسم الثاني مثلا، ممكن دخول الموسم الثاني، ممكن أرفع الأصيص وأقطع الجذور وأشيلها وتصير عندي نبتة بونزاي فلفل تباسكو، لأن هذا النوع يستحمل الحرارة عندنا في الصيف. فبهذه الطريقة إن لما الجذور تدخل الأرض النمو يصير أقوى من لو في أصيص، في أي حالة، في أي نبتة. الجذور لما تكون في الأرض لأن عندها مساحة غير محدودة في عناصر أساسية وثانوية، راح تتوفر بشكل أكبر للنبتة. فأول خطوة راح أسويها إني راح أحط من التربة. ولأن التربة جافة فراح أبلها أول شيء. راح أشيل النبتة من الأصيص. ونلاحظ أن جذورها توها بادية توصل إلى قاع الأصيص، فراح أنزل النبتة. شوي نازلة، راح أرفع شوي منسوب التربة. هذا الشكل، والحين راح أملأ الأصيص. طبعا لازم أروي إلى أن أتأكد أن الأصيص كله تشرب الماء، لأن بالذات في هذه المرحلة الجذور ما وصلت إلى الأرض للحين، فالنبتة معتمدة على الرطوبة اللي موجودة في الأصيص، فلازم أوفر لها تربة تكون متشبعة بالماء. وبهذا الشكل راح تبقى النبتة في الأرض، يعني الأصيص راح يبقى على الأرض على أساس الجذور تبتدي تمتد، والأصيص مثل ما رويتكم في فتحات كبيرة، فالجذور ممكن تمتد وراح تطلع من الأصيص وراح تدخل في الأرض وراح تمتد، وعندي القطارات راح تروي التربة اللي تحت، فالنبتة راح يكون وضعها جيد وراح تنمو، وراح يكون نموها بالنسبة حق حجم الأصيص غير طبيعي، ولكن لأن جذورها في الأرض فراح يكون حجم النبتة يكون إن شاء الله كبير في الأصيص، فيعطينا شكل نبتة بونزاي إن شاء الله شكلها جميل وكبير في أصيص صغير، ممكن بعدين نواصل عليها. فراح إن شاء الله نتابع هذه التطور وهذه المشروع في سلسلة جديدة، وراح إن شاء الله أنزل فيديوهات بين فترة وفترة لما يكون في تطور ملحوظ،
راح انزل فيديوهات علشان نتابع تطور هذه النبته. واذا في عندكم اي سؤال بخصوص هذا الموضوع او اي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان الله.